شوف 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 لي حل شوف حل شوف 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 لي حل شوف لي حل شوف 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 لي حل شوف لي حل شوف 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 لي حل شوف لي حل شوف لي حل شوف 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 لي حل شوف لي حل شوف 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 لي حل شوف لي حل شوف 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 لي حل شوف لي حل شوف 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 لي حل جنات لاباس توا؟ سارة ما كنتش نحلم. يعطيك الصحة، هاك عقلتي من الضربة الأولى. من الضربة الأولى وبالكاو. وأنت تتنساه. أنت هاك وليت متهمم حتى الشيبات والموك. أما أنت ما تبدل منك شيء. وقتاش شرفت؟ جيت البارح على 3 أيام. عندي اوراق لازمين يدوسي لانتريت متاعي، اما نص صباح وانا فركس عليك. ايش معايا البيرو نحكي ويش ميدو قدامك الكاسه. حاضر عرفتي. لوكزا احكي لنا على السيد دويخ هذا شكونه. اسكت. حكايه طويله وعريضه. حكي لي هو واحنا جايين من التاكسي. احكي لنا شكونه. خط خط نحكيك وخط. عندي كيف اللي حاجة هكا لازمني نعملها ما نسيها. كي لطف حكينا وبعد ذكرها. بيه بيه يا سيدي بسيدي، السيد هذا كان قبل دجاجة. كان دجاجة؟ تي ليه أمي تستنى في دجاجة للفطور لازمني نسيها. توا فهمت علاش خوت العبسي، سينو شكون باش يفهموا؟ افهمني يا جنات، لا نجبد نكلمك ولا نبعث لك جواب، أنت تعرف طبيعتي. وزيد انا حاشم العمل اللي عملتها معاك، وكيف ما قلت لك تعديت بظروف صعيبه في العوام الاولى، لا اوراق ولا خدمه قاره. الحديث كله زايد طو. انا ايست منك ومن فلوسي. كانك على فلوسك اهو وبزايد. هذاك علاش انا فركس عليك من الصباح. اما ايست مني عندك الحق، نعطيك ألف حق. أنا مش أيست منك أنت برك، ومن الرجال الكل زاد. مش خليني قعد
ما أرسل مطلقة ورسم عزتك عندي. قلت 1000% هذه عرست. سلت العز عليك؟ أي بيان سور. تعرف العوام اللي عديتها الكل عمري ما نسيت فضلك عليها. أي عاد احكي لي احكي لي احكي لي شو عامل تو. أي ما كيف ما قلت لك باش نخرج رتريت. أما أنت احكي لي على البلاص وعلى المشاريع هذه والخير الكل اللي عندك. الحمد لله الحمد لله يا ربي ربي نب علي الحمد لله، وخاصة أنك البنية عزة نحبها كي بنتي وأكثر. وأنت عرستش؟ عرس ما عرستش. أما يا وحيد حتى أنت حلفت عن نساه بعدي. لا مش هذا، غادي مش كيفوني، انسى حاجة والعرس حاجة أخرى. ونحب نعرف حتى شيء، اللي مشي فات وميت يعطيني، ما جبتلكش حاجة تشربها، تحب تقيوة عربي. لا ميرسي بوكو ميرسي بوكو، ما نحبش نفسد فطوري. أوفيت أنت فطرت؟ لا ملا أش قولك نستدعاك الفطور يا جيجي؟ جيجي ما زلت تفكرها جيجي. مي بيان سور تو هذا كلامه. كرزوم اش بالمصري ريحته كانه مقرونه بالصلصه. موعد الكل هجرايرك كبتيت علينا انت بالدجاج، رصت لينا طيبنا مقرونه. وني قديش هي المصري باهي بركه حضرتش المقرونه هاي قريب تحت. اما فضيل نهاني ماشيه للسيبيريت نشري في الخبز. باهي سامحنا لفوفة بزهرك اليوم الفطور باش يحضر مخر شوي. ما يسيل سمي فضيلة، أنا على خاطر ماكلتك البنينة نصبر ونزيد نصبر. عندك الحق، شو أنا عندي 20 سنة وأنا صابرة على ماكلتك. بيان سور أمي فضيلة. قلت لكم يا جماعة على سي عمران اش قال لي. يا ما شاء الله ما شاء الله، عمران ولا يتكلم؟ بربي صابرة اش قالت لي. يا أختي زينب مش عمراني، نحكي على سي عمراني كان خاتم خدي جنات. ما جا معايا في التاكسي وصلتو حتى الباب السونتر باش يقابلها. يا غلبة عمران القهويجي رجع. ونانا شافتو؟ انتم جابتو طاح داخل. نانا داخل. لا لا بابا انا لبس هاكا فقت. يا المغبونة عندها الحق، ثم علاش برا تفقدها. زينوبة سكي عمران حكاية طويلة تنحكي لك عليها. أمي شبي ريحة الصلصة مش عليها مشوي وعلى سعدي الفطور شد. سمحني أمي فضيلة يظهر لي أنا خذيتك بالنفس. سي با غراف فوفا، كان الصوص تحرقت توا أنا نعمل لكم مقرونة مأبا. يضرك أختي زينب حتى محروقة مقرونته مأبا. واسمه عمرها وكان خاطب نانا. أهو كاريت قلت لك شي ما يطلع كان الإكس بتاع مدام جنات. تبارك الله عليك أختي ملا عبقرية، فما واحد في الدنيا ذي ما عندوش إكس. لبس مو سمعت بك دخت. لا لبس اي شبك ربي نقدم لك سي عمره انا. عسلامة عز بارك الله جنات. نتشرفوا سي عمره ولو انه فعلك سابقك. شنو ليه مو ديما نحكي لها عليك. مريم جيجا عايش بنتي، اعمل لي رتوش المكياج جيجا. تو تجيت مدام جنات تمشيش نخرج نلقاك عاودت بصعد. لا او سي بو سي بيان فورميدابل مي ساكوت وي مي لا انتي ليكس وي وين تسكن في فرنسا؟ في اكس. اكس في اكس في اكس اون بروفونس قريبه لمارسي. جايب ربي مارسي اللي جات قريبه ولا راك رجعت بعد 40 سنة. مسيو ليكس نشربوك حاجة؟ نو ميرسي، احنا خارجين انا وجنات ماشيين للريستورون. انت ومدام جنات ماشيين للريستورون؟ وي مثبتة؟ اي مال علاش مشيت تعمل في رتوش المكياج نتاعها؟ ليه على خاطر مدام جنات عمرها ما كلت لبرا تخاف من ماكلة الشارع. اي هاني حضرت. صح. عايشك. اي نمشيو؟ اي نمشيو. عزة رد بالك على الكاسة. سلمة تعرفوا يا جماعة أنا قلبي نقايل لي خير
خالتي جنات عالسلامة. الله يعينك، نقدم لك فوشيكا الكونسيرج بتاع بلاص. يا عاد سي فوشيكا كان أول واحد نعطني عليك سبا سارة. هاي الأخرى تنسنيش وصلح الحاجة. أنا في بالي كليون جاي نشد عليك يا أخي، هاو ذور أكثر من كليون. أنا يراتب كله كليون. هذاك خطيبي. أي قبل كنا مخطوبين لبعضنا، أما الظروف بعدت ما بيناتنا بغل. وتو الحمد لله رجع لي، مش هيك عذيرات؟ أي هك هك هك. يا هاي في ساعة نطلعوا، نحب نحط الوردة نتاعي في الماء قبل ما تذبل. عايل هاو بيج ماما هاوس. ميرسي. أشكون كان يكون اللي باش تكسب هالبلاص؟ وما تنساش زيد مشروعي نتاع النصر. إن شاء الله مبروك، ربي يكمل عليك. يعيشك. هو ثم طبيب بحذاكم. إي سي سليمان نسيبي. نسيبك؟ كيفاش نسيبك؟ ما هو خو سبوعي، راجل بنتي عسى. معناها سا طون بيان، يلزمني قابلو. تعرف اللي انا مغروم برشا باللبسيه. احنا غادي اللي يوجع راسو يمشي لبسيكياتر. ديجي جيك تطلب السرقه. عيجه عيجه، ما يسالش ما يسالش. ايش عسلامة سي عمران خطيبي، كنت في الخارج يكون. شرفنا سي الباجي. وبيك كونت ولا مازلت؟ كون وهو رجع. وباش نزيد نرجع للخارج. نرجع نرجع يا عزيزي نرجع. يا سيدي شر معرفة طيبة وونستم. في لمات سيدي عايشك. عايش عايش نوريك داري. لا 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 سامحني من اللي جبت. لازمني نرجع للوتين، عندي واحد صاحبي يستنى فيه عنده سنين ما ريتوش. هكا هكا عميرات مازلت ما شبعتش بيك راني. تعرف وقت اللي مشيت وخليتني قريبنا دوا كيف رجعت، رجعت فيها الروح. ايه وهو شكون قال لكم اللي جاء على خطرها؟ بالحق بالكش جاي يسلم عليها وكهو. انا يظهر لي رجع لها ولا ما رجعلهاش، بعد هالعوام اللي خليها الدادي ما يلزمهاش تعطيه الجنب. وخياني وكان جيتني الا ما نهرز ونمكت من وذنه كركر راس النهج، وبعد تالي نشد نفشقه ونزيد نحرش فيه سيدي داود اذا قدك. انا قبيله في التاكسي ظهر لي كيف اللي ندم شويه على عملك. نادم وحق سيدي عبد القادر، يا لو كان يشحل صواب عشمح. وفيتشي وليتشي مولات الهدره. يبيكش ندم كيما قال طونطون ورجعلها باش تسامحو. اي باش يهزها معاه لفرنسا ينساها في السنين اللي فاتوا. صح خالتي جنات باش تبدا حياه جديده مع واحد تحب ويحبها. شنو هي هالرومانتيقيات هذه؟ تعرف انا يظهر لي باش نحرم عليكم مسلسل هذاك نتاع مهند ونور اللي حكاياتهم افرغ من فارغه. سلام سلام. اسبوعي هيا معايا نهزوا الببيات ونروحوا. كلمتني نانا في التليفون تحبني بحذيها غادي. لاباس والله ما نعرف امي فضيله، اما ظهرت لي كيف لي شيخه ومفرهده. يقبرني الحب شو بيجنن يا قلبي. شفت يا امي شفت حافظه حتى كلامهم. انا لازمني نرجع للصندوق فوفا راهي وحدها. عزه خلي الببيات هونية ونتلها بيهم انا، يزيهم المشي والجاي يتمرجوا. يعيشك امي فضيله، حتى انا قعدت مشخشبه على نانا، هات نبدل لهم ونمشي. استنى عزاني جايه معاك. وانا زيده انا حبيته انا حبيته من ثاني مره اللي ريته، ما عادش سكريته. الله الله ما عادش سكريته. عزوزتي سبعونتي وين وليداتي؟ خلينا بعض امي. يا لطيف ساعين توحشتهم ونحب نشبع بيهم. علي الفطور مع سي عمران ما شبعكش؟ بالعكس عملنا لها فطور قمقوم عمري ما كليت كيفو. واللي لابس يهزني الحلقه الواد نضربوا لها حوطه. شنو خد جنات ياك دورت الرسترونات يا اخي؟ مش كنت تقول ما قلت شارع مش مية. نانا ايش حكيتوا انت وسي عمران؟ الراجل عيايحه يحاول باش نسامحه. تعرف حتى فلوسي اللي هزها معاه عمتها
رجعهم لي وبدي بالزيت. مازال الخير في الدنيا. زعما واحد راجع بعد هالسنين هذي الكل باش يرجع لك فلوسك ويصدعك للريستوران برك يهلوبي. بلا تعرف علاش رجع؟ خاطر وش اللي يحبني هكا. هو قالك شي هذا؟ ليه هو حشيم برشا. اما انا فهمت من كلامه اللي هو يحب يرجع لي. اي اما الحكايه مجهمة عليه. على ذيك قلت له في العشية الليله توا نزيدو نحكيو. يا لانا مثبته ما هو القاعده تحط في ساقيك. اسمع بنيتي، انا اللي تعدى عليا وحدي ما يعلم بيك الرب سبحانه، وتوك يا عاود تزيد لي ليه. خليني نعيش ونتمتع كالناس الكل. ايه عاد خد جنات لازم تمشي تعشى انت وياه. راس راس في حق الواد. انت تحب تمشي معاكم انا وعزوزتي؟ اما كان شيء عشا به بر اخطف روحك خذ لي شيء انت وعزوزتك. ما عادش وقت، يزمني نمشي نحضر روحي. عمران جاي باش يهزني معاه. خد جنات راك عطيتني 40,000. صحة صحة وفرحة. أنا حبيته من تاني مرة. معزوزتي راي عطتني 40,000 مش ضربان يزر لي فيها مسكنت. سلومة. وي تمن انت بالحب بعد السنين ذوما الكل؟ حب؟ تحكي على عمران وجنات. تعرف فرويد اش يقول في الموضوع هذا؟ سلومة خلينا من فرويد، نحب نعرف رايك انت. نظريا ممكن انت اقرا الشعر وروايات عبير تطرق ان البعد يزيد قوي الحب. اي نظريا هذا، وتطبيقيا؟ تطبيقيا سي كومبليتمون ديفيرون. تولي اقتا البعد يهري وبطول الوقت يطفي نار الحب. حتى نخمم كيفك عزيزي، هذاك علاش ديما لاصقه جنبك. حتى انا زاد يا جينوبه. سامحوني شفت الضوء من تحت الباب عرفتكم فايقي. سامحني نسيت اللي جنبك الاخر فما شكون لاصق فيه ديجا. امي مولا باس؟ سليمان حكايه عمران مانيش مهضمتها. علاش ما تحكيش معاه؟ انت طبيب نفس وذكي وما يفوتك شيء، لازم تعرفوا علاش يمشي وعلاش يجي. باهي امي اتاو نخمم وغدوه صباح نحكيو في الموضوع. باهي هو الصباح ربيح، ليلتكم زينة. صباح الخير أمي. بون احنا وين كنا زينب؟ ما كناش. مش لازم. التوا نانا هكا تخليني محيرة عليك. الله لا يحيرك. وين أسبوعي؟ رقد؟ ما عندوش برشا. احكي لي عاد. شو قولك؟ حلوة صح. هدايا لي عمران وغدوة يحب يقابل سليمان باش يكلموا علي. الحشمة عاملة فيه يا هوما لنانا باش تمشي معاه لفرنسا وتخليني وحدي. ما تخافش عزيزة قلبي، انا عندي منك الفة. حتى كان مشيت ما نخليكش محتاجة. تعرف باش نعطيك باي في السطر. بالحق نانا، انا ما يهمونيش الفلوس، اللي يهمني اكثر اللي انت ما تبعدش علي. وناوية زيدة نكتب لكم الطاق هذا باسمك وباسم اسبوعي، هكاك نتهنى عليكم فرد مر. نانا يا اخي تحكي بجدك؟ تعرف باللي رجع عمران وليت نعرف قيمة الدنيا. الفلوس الراقدة ترقد السعود. يا نانا محليك محليك هكا ومحنك. يا لطيف بعد ما تقديت باش تمشي علينا. عليه انا ديما حنينه ما نوريش برا. نانا ربي يفضلك ولا ينحيك. ينحيك يا نانا. اصبح على خير. على خير. اسبوعي سبحون. قوم يا ولدي قوم، عندي لك خبر لو كان تسبحو الا ما تطير من بلاصتك بالفرحه. كان تطير انت من قدامي بلا لا تخليني نرقد خير. بيه حتى
نشوف ملا تقوم ولا لا. نانا باش تكتب لنا طق كامل باسمنا وباش تعطيني بايها في الصنط. هو ما جيتش حتى على صابره خليني. ملا ورا الصابره وعمر بالحق. قلت ورا الصابره وعمر تعاود تقول لي نانا باش تكتب لنا الطق هذا باسمنا وباش تعطيني بايها في الصنط. الطق هذا اللي فيه البنات وباجي وفوشيكا وسيدي خويا باش يولي ملكي. مالاش نحكي لك انا. وي 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 انا باش شوي عليه الطاق لا يطيح قبل ما نقبضوا اول كري. ولا كري ولا كري ولا كري ولا كري. اش تعمل يا راجل؟ شكون باش تطلب؟ لازم يكلم سيدي خويا ومرته زاد باش يبشرهم بالخبر. مي عاد ما يجيش تحيرهم وقيد كيما نهار نعيب. ما نجمش نصبر ما نجمش نصبر. الو سيدي خويا ان شاء الله نكون ما حيرتكش حد منو. كيف حيرتك؟ باهي باهي. اما انت قمت قمت عاد سيدي خويا. حبيت نقول لك اللي خلتي جنات وعددني كي باش تعرس باش تعطيني الطاق بتاع البلاص اللي فيه بيروك. سيدي خويا سيدي خويا اختي زينب بحذاك باهي بلا قول لها اللي عزوزتي زاد باش تاخذ باهي خدي جنات في السلطر. الو الو شنو علق عليك؟ يضرب البطري بتاعي وتقطع على الفص. يا ناري على روحي يا ناري على روحي. تصور يا زينب باش نولي كاري عند سي سبوعي. وانا تتصورني باش نولي شريكه انا وعزه في السونتر متاعي؟ اسمع زيد توا الحديث وزيد شكون قال ان الحكايه صحيحه؟ بالك شي طلعه من طلعات سي سبوعي. هاي ارقد توا ارقد ارقد وربي يعمل الدليل ليلتك زينه. اش قعد فيها هي الليله؟ هاو ملا سمعوني فهمنا. صباح الخير. صباح الخير. بوفو شيكا هاني خليت كل شيء اتهنى بحول الله بدل لك الدوش ونعمل لك بانو باش نعمل لك زاد بركون في عوض الشباك ونحاول نقدم لك بيت من البرطمان البنيات. ايه ما تنساش سمعون مادامك زدتني بيت لازمك تزيدني في الكراك كل حاجه بلاصه تهرا. شوفوا شيكا تو هذا كلام ها بيناتنا عندنا زيادات في الكراوات. يا ودي انا ناوي نقص لك في الكراك جبنه نحب تلم روحك وتزهز وتعرس. عايش سمعون هذه الصعبه ولا لا؟ سيفو شيكا انا قلت لك صباح الخير. اهلا بالمدير. اهلا الباجي. لاباس؟ قول لي الباجي اش عملت في كراج سليمان؟ كراجي ما هو سي كلمت عليه تشرونا حبيبي باش يعمل لي كونتوار وفترينا. اي هاي ليس الباجي. اسمعني باجي انت خلص السيد وانا نحسب لك عام كامل كراء بلاش. عايش المدير حسيله وحدك. قول لي بتفرير اش بيك يا اخي؟ فاش قام التبذير هذا الكل؟ نعم بابا شي يخصني والملك ملكي وانا عرفي ونصرف لي كيما نحب. باهي خويا تري تري بيان تري تري بيان تصرف خويا تصرف. سليمان حاسي بيك في بالك اليوم لازمك تطلع بالكراه يا اخي ناسي اليوم راس الشر. وانت شو مزربك على الكراه؟ علاه؟ يا اخي انا هارب عليك؟ عايشك عايشك ما قلناش هذا اما البزنس بزنس هكا بتفرير هكا تعود تنقص لي في الكراء قاعد تمحل فيا على الصباح. بي بي تنقص لك 50 دينار في الكراء ما على شرط تزيد 20 دينار في جيبتي. بس شويه عكوبه كبي بالي كل رديتهم يرعشوا من الترميز بتاعك. الله يهديك يا امي. وسايس زاد على سازات البيبان بتاعي. اوه هيا انت كثرت على ما وصوك وما تفيد فيك كان حاجه واحده. عزة سليمان ايش بيك يا اخي؟ ايش بيني يا اخي؟ ايش فما؟ تقول لروحك ايش فما قايمة تعيط عزة 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 اذاك ايش نقصني انا توا عزة؟ الظاهر عملت كشمار. بيبي هيا حاول ترجع ترقد وما عادش تفجعني هكا. بيبي سامحني سامحني. سامحني زينب
قل لي يا اخي وقتاش راس الشهر؟ غدوه جرو فرير. يا رجل يا اخي ما تقوليش بيك الليله. لا 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 شي 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 مثل ما سمحني. ارقد ارقد على روحك. نحب نعرف باش تقوم جايه معايا. مش كان شديد خدمتك خير؟ اي انا زاد نحب نعرف حكايه عزب المجد ولا لا؟ اهو كريته في الليل يبات يفدلك بالتليفون وصباح ما يقومش حل الكابيني. يا مرحبا يا مرحبا هالخطا السعيد. هاي تفضلوا ادخلوا. لا 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 بارك الله فيك. ماشي نخدم على روحي. اما حبيت نسالك يلا جنات، انت بالحق كتبت حاجه للسبوعي وعزه؟ اي باش نكتب الطاق هذا للسبوعي وعزه وباش نزيدها باي في الصادخ. ما الكلام السبوعي صحيح؟ اي صحيح صحته. ملك يقوم حضرة جناب الملك الجديد، قل له جي شد خدمته. جنات صباح الخير. صباح الخير. لاباس؟ لا لاباس. ما تقوليش جايه باش نخلصك في الكريب المسبق. لا لا اما قررت باش نسافر مديده. عاد قلت لك تحلم الجيران اللي البرطمانات للبيع واللي هما عندهم الاولويه. ها خد جنات تحكي بجدك ولا تفضلك؟ اي خد جنات الاستوديو هذا قداش ناوي باش تبيع؟ آه الطاق هذا ناوي نكتبه لأسبوعي وعز. شوف معاه كان حبيبي يعني. عيب خاطرك. زمان أحلمه والله يفايق. تعرف نحس في دمي يغلي. زيد توا زينب هتو تمشي لها أمي وتحكي معها وتعرف الغدرة بالتفصيل. بيه بيه عندك مارق شاح. هاكا تبابس في الكوجينة. صباح الخير دكتور. أهلا دلنجة شباب لاباس. ما تسواش قد توحشت الخدمة دكتور. وإحنا توحشنا كنتي. اقعد اقعد اقعد. صباح الخير دلندا. صباح الخير مدام زينب. يا اخي ماكش في كوجي؟ اي اما البارح كي كلمني الدكتور على مشكله في الاورديناتور ما عطانيش قلبي وقلت لازم نتعدى نثبت من الحكايه. شنو ما تقوليش قاعده تفرش الجائزه الكاتبه المثاليه. سرا هي موجوده. بون خليني نمشي نزيد نثبت في الحكايه مع عزه وجنات. اي برا زينب برا. دكتور قولي شنو المشكله. والله ما نعرف يا دلندا، يوم قلت بلانتا ولا شكون يعرف عليه. حسيلو شو شوف على الحكايه شنيا وقلت عليا البيرو فما معطيات جديده نحب نحكي لك عليها. معطيات جديده. صباح الخير يا باشي. صباح الخير يا فوشيك. يا باشي يا باشي راني مانيش مصدق. فوشيك شبيك صبحت سمرفي على الصباح وعدك. لو كان نحكي لك يا باشي مش تولي تسمرفي بركه الا ما تولي تشطح بزوز محارب. لا باس هاو باش نحكي لك. أما رد بالك الدوخ لي برك. صباح الخير. أهلا جميع صباح الخير. خط مليح. إي وأنت؟ هكا هكا. أنت زاد بيت تخمم. شوية شوية. باهي هاني ماشية معاك. ما تخافش هاتوا نوصلك بحذايا وقعدوا على راحتكم. دلندا صباح الخير. صباح الخير مدام جنات. على السلامة مدام مزار. على السلامة. قل لي الدكتور وحده؟ عليه جايبت له باسيون معاك؟ ليه سي عمران مش باسيون خطيبي. خطيبك؟ اي وجاي يحب يقابل سي سليمان في موضوع خاص. هيا معايا. استنى استنى مش لو كان مدام مزار تعلمه بالتليفون خير. ليه سيدي اطلبه بالتليفون. دكتور مدام جنات حاجتها بيك معها سي عمران. الله يبارك او خرج لكم. ميرسي عايشك.
اهلا بالله جنات، انست بيه وبيك يعيشك. ما تقوليش كملت كتبت الهواء متاع البلاص اللي نتنفسوا فيه لسي عمران؟ ليه سي عمران جاي يحب يحكي معاك. ان شاء الله خير يا اخي. ما كفاتوش الحبار اللي عملها في البلاص من اللي شرف سيادته. جوستومون سي سليمان، انا جيت باش نحكي معك في خصوص المواضيع هذه كل. باهي سيدي، تري تري بيان، تفضل معايا البيرو، تفضل. بارك الله فيك. تفضل. تفضل سي عمران، ما لاباس عندك ما تقول لي. والله يا دكتور جيتك باش تعاوني. انت تعرف جنات قداش تعذبت في جرتي وقت اللي مشيت وخليتها، وتوا ماذا بيا ما نزيدش نوجعها، والحشمه نتاعي خلاتها تفهمني بالغلط. او يا جاب ربي جيت حشام. تعرف نشهد لك، انت غبت هالسنين الكل، ومن بعد وقت اللي رجعت تسول وتجول. برافو عليك يا استاذ. فهمني، انا في الاصل جيت باش نسوي وضعيتي ونطلع اوراق لازميني. يا اخي تعديت البلاص وبعثرت الاوراق الكل. سامحني، انا جيت باش نطلب السماح من جنات ورجع لها فلوسها، اما هي تحب ترجع الماضي. وانت ما كنتش من عاكسين عويز بكيفك مكهب على الانتريت، اش عندك خاصه؟ بالعكس يا استاذ، صحيح مانيش معرس، اما نعيش مع امراه فرنسويه عندي منها زوج صغار. نعم نعم، وتحب تولي بوليغام زاده؟ لا لا، قلت لك نعيش معها مش معرس، اما نحبوا بعضنا. هذاك علاش ما نجمش ناخذ جنات؟ شفت الورطه اللي عايش فيها يا استاذ؟ استنى استنى سي عمران، صارتي ماكش ناوي ترجع الجنات؟ اكزاكتومون، هذاك علاش انا جيتك يا استاذ باش تعاوني في الحكايه هذه. نعاونك بيان سور، نعاونك اي توت سويت. الو دلندا، برا امشي لدار الجماعه ونادي لي خالتك جنات توا توا. يعطيك الصحه، بارك الله فيك يا دكتور. شنو اللعب هذا؟ مراه عايشه في الخيال هكاك؟ يظل يقيد توا باش تهبط الواقع نتاعها. مالا يا استاذ، نعمل عليك باش تفسر لها الوضعيه نتاعي. يا راجل اقعد اقعد اقعد، نحبك انت تحكي معاها. الى متى باش تقعد هارب من مسؤولياتك؟ توا راجل بعقله كيفك انت، باش تقعد ديما هكا كسجه فوق الصحه؟ وبعد ساعات راه كلمه توجع خير من الف في المهموته. والله يا دكتور يصعب علي باش نواجهها. ايه بقى وقيد باش تسوي الوضعيه معاها وكيف تتخلص من الحشمه المالديف نتاعك. نديتولي؟ ندينا لك يلا. هاو سي عمران عنده ما يقول لك، راس راس. اي سي عمران كوراج، راك راجل. شكون كان يتصور يجي نهار نوليو كري عند اسبوعي؟ تعرف يا باجي الحكايه ذي تصعبنا راه، اما خير جنات اللي مرجتنا على الكري، ولا خونا وصاحبنا وحبيبنا اسبوع. شنو تقول انت نقصنا في الكري؟ لا، اما نجم يصبر علينا في الخلاص مثلا، والا النجم نغموه وما يزيدناش، وكان لزم مريره بعد قديه نقدموه في شهير كري. يظهر لك يا سي فوشيكا سنه يقبض الشهر الاولانيين، وتفكرني كي ما يوليش ملهوف على الفرنك اكثر من خاطرك جنات، مع سميني الباجي. ايوه من بعد هكا هو هكا خليته معاه في البيرو باش يكلمها هو بفم. يا رندراش باش يصير فيها على التو هاوكا قيمت وهاو جي. مالا مازال راقد سي شباب بالطبيعه بعد ليله كامله وهو يغزل فيا. قل لي عزة، ملا باش تولي شريكة معانا في السنتر؟ اي وبحياة راس نانا. تعرف زينوبا، اول حاجة لازمنا نعملوها نجيبوا عرافة اخرى، ملا باش السنتر نتاعنا يقعد ماشي. صباح خير. صباح الورد والياسمين سيدي. اسمع انت، هاو ننبه عليك من توا، راه حتى شيء ما تغير، كي البارح كي اليوم. انت تخدم عندي انا وانا المعلم. كيفاش خاب الكلام سي سليمان؟ انت سيدي خويا ونعرفك توا عاده باش تطلع قريناتك وتبدا قدرني قدرك الله وتبدا كتكركر في البيرو. انت من نهار الاولاني اللي سمحت فيه ملاك هقمت مخر. شبيني خير اول مره اقوم مخر. ونعرف زادا، نعرف باش تبرجني على الكرا 100% راك خممت باش تزيدني.
بالعكس خويا سليمان، ساعة البارح في الليل نحكيو على مشاريعنا، يا اخي اسبوعي قال باش يرتحك من الكري حتى يكمل الكريدي نتاعك. ابا اسبوعي قال هكا؟ اي، وقال زيدا مش لازم نبنيو في النصر مادام عنا البرتمان هذا واسع. برتمان وطاق زيدا ما تنسيهاش هذيا. اوه اسبوعي يا احلى سلف في العالم. نانا شو عملت؟ ما عملت شيء. كيفيه ما عملت شيء؟ ما فهمتش. احكي معك يا عمران. الحمد لله عليك يا علبة ما وتكلم. حسينا ما خص عقلي. ما وطلع عنده امراه واولاد وما رجعش باش يخطبني. ابو خساره. شو الحلوف؟ يكبك بوبو ان شاء الله. ما تدعيش بيه، مش منه، هنا فهمته بالغلط. والله شميتها من الاول حكايه غريبه شويه. مش مشكل، هذاك مكتوبي وانا راضيه بيه. المفيد مكتوبي اللي به الفايده معبي. اي نقص ربي للصوت نتاعنا. وه يا نانا فيش قام؟ اقعد ارتاح على روحك، اتوا نمشي انا. وما تنساش اللي انت عطيتني بايك في السونتر، يلزمني نكون في المستوى. علاش بنيتي؟ جنات مازالت صحيحه الطنطن، السونتر نتاعها ومتاع زينب بوفوفه. شنو انا ولا انت؟ امان نانا كالعاده درت في الحياصه. انت بربرك عزوزتي تصفين صوتك مدى بقعد النطاق. هيا عاد جنوتة ما نزيش نوصيك كارتك وفنجانك والبزنس خدام. مالا اختي جنات بتيت سار ما عادش بيعتوا البلاس؟ ايه نربيع بلاسي شبيني هبلت. فكرتني فكرك في الشهادة. لا زينب اسبقني انت وعزل السنتر، انا يلزمني نمشي نعمل دورة على الكري اليوم راس الشهر. سي سليمان خليت لي كرالبيرو عند لندا. ما لا عاد عند جنات يا اخي زيد كرالبيرو ولا تبعني انا. اوه سامحني نسيت اللي انا وعدتك بالطاق. اما ما دامني قاعده بحذاكم كل حاجه تقعد كما هي، ولا باش تستحقوا لا بلاص ولا سونتر بخاطركم. امان شفت عزوزي كيفاش تقلبت حتى من الطاق ندمت عليه. واش خير من الاستمراريه بتي فرير؟ تيا عز عاد يزي من الغش، رانا عائله واحده وزيد مانيش قاسمين عزيزتي. اي قوم قوم. سي اسبوعي مالا كنت ناوي تكريلي البيرو بلاش؟ ها امان سيدي خويا شمت فيا. مالا ما تكون كان انت فسدت على خالتي جنات وحطمت لي مستقبلي. والله ما فسدت شيء. اما اسمع نقول لك، المستقبل اللي دوم سي اسبوعي هو اللي تقلعه بذريعك، والطاق اللي كنت معمل عليه ما هو الا لقمه بارده. عندك الحق سيدي خويا، نوعدك باش نشمر على ذراعاتي. ايوه هكاك نحبك. باش نفرك على الرجل اخر الخطي جنات سبيش بتعود تكتب لي طاق، والمره هذه مانيش بصيبك في الكرا. يا جماعه روني ما عادش نجم، شوفوا لي حل معاه. شوف 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 شوف
بحق شوف شوف.